مشاعر مشترك بيطل على المسرح الليلي هو علي المدادي. علي بس يغني ببلش بشكل هادي ومن بعدها بيبدا يسلطن. صوته في شجن وشكله قريب من القلب. صحيح انه بحب يقدم الاغاني الفرحه، الا انه الليله رح يكرم بصوته السيده فيروز ويسمعنا بعدت لك يا حبيب الروح. الارقام بالنسبه لي كيعنيو بزاف، لان كل رقم عنده المعنى ديالو، عنده التفسير ديالو. وبالنسبه لي رقم 4 في علم الارقام عنده معنى ديال الاستقرار وديال الهدوء، وهذا الشيء اللي كيبين في الاداء ديالي. رقم 4 هذا الرقم هذا كنحبوه بزاف لانه كيمثل ليا بزاف الحاجات في هذه المسابقه. قبل من يجي رقم التصويت 4 كنت عارف قبل في حلم انه غيكون رقم التصويت 4، وفي غالب القرعه يعني اللي كتكون كتجي فيا رقم 4 كيعني ليا الاستقرار على نفس النهج وعلى نفس المستوى. صوتوا لي على رقم 4.
المواقف اللي زي دي، المواقف اللي زي دي بتبقى امتحان كبير من ربنا. وانا اسفه على فقدك، انا اسفه، وربنا يصبر قلبك وما تزعلش، او لازم تزعل، يعني مش عارفه اقول لك ايه. صديقي توفى من شويه، انا لسه عارفه حالا من اسمه، وبحييك يا حبيبي على وقفتك وعلى يعني ان ربنا قدرك ما شاء الله عليك وقديت حلو وسبحان الله. وكأنه الكلام بتاع الأغنية رايح لصديقك، وقلبي معاك يا حبيبي، بس انت زي العادة جميل ورائع، وأدائك رائع ومتمكن وقوي، وحضورك رائع. واهدي النهاردة كل إحساسك وكل كلمة حلوة قلتها وكل أداء حلو لروح صديقك، ربنا يرحمه برحمته. ما فيش كلام يتقال، بس انت قدها وقدود، وبرافو عليك. وقفتك النهاردة وقفة، انت اتحطيت في امتحان كبير وانت قده، واكيد هو بيحبك زي ما انت بتحبه، واكيد روحه سعيدة بجمالك النهاردة وبنجاحك النهاردة. طبعا من ضمن صوتنا لصوتك أنغام، للأسف يعني هيدا الموقف، بس مثل ما قالت أنغام يعني امتحان صعب. أسمى تفضل. أنا أسفة ما قدرت نتملك نفسي، لأنه شفنا يعني في المغرب بيبالك بالسوشيال ميديا شاب صغير، ولكن ربي اختاره وربي أحسن منا كلنا. موقف لا تحسد عليه علي، أنه أكيد الفنان والناس كتعرف هذه المسألة وكتتعرفها، أنا ممكن يتحط في مواقف كثيرة يكون فاقد حد أو مريض أو أو أو، ولكن لازم يؤدي واجبه، لأنه مهنتنا مش دائما كنكونوا فرحانين ولا دائما كنكونوا مستعدين، لكن واجبنا تجاه الجمهور نكون هندامنا صح وأداءنا صح وإحساسنا صح. برافو، أنا بحب صوتك وأنا لا أعرف منك ما يحمي. شكرا أسماء. مروان تفضل. علي، بأي بحياتك، بس بدي أقول أنه ما كنت عارف أبدا. بدي أقول شغلي، قدي أنت رائع، قدي كنت تغني دائما رائع، بس اليوم حسيت بشي مختلف. أنا اليوم حسيت بشيء مختلف تاري، لأنه اللي حاسس فيه أنت هالقد عميق وبيوجع. بدي أقول شغلي، لأنه فعلا هيدا موضع شغلي ممكن أي فنان يتعرض له. بالأوديشن بأحد المرات، معلش لو حكيت عنا، دمعنا بوقت أنا وأنغام على شيء، والبعض انتقده والبعض حبه والبعض ما حدا عارف عند كل إنسان شو عنده، بس الفنان بده يوقف وبده يكفي وبده يشتغل. في شيء بصوتك اليوم كان إضافة. بدي أقول معلش، رح نرجع للفن. هالأغنية لزياد الرحباني اللي فيها كتير من سيد درويش، وسيد درويش أثر كتير بالفن الرحباني، لأنه سيد درويش بيحمل فن في قضية. وقفتك اليوم بهالمناسبة فيها قضية. وبدون ما أعرف، أنا كنت بدي أقول لك علي وأطلب منك شغلة. الفن الرحباني قوته واللي هو بيتمثل بصوت فيروز، إنه مش بس صوت، أكيد الفن بحد ذاته الفن الأصيل هو قضية، بس حمل معه قضية، حمل قضايا إنسانية وطنية. ما بعرف ليش أحساسي تجاهك علي إنه صوتك، وأنا بطلبها منك هلأ وأنت رح تكون بالنهائيات، إنه صوتك تحمل قضية، أي قضية ممكنة اللي هي مش بس فنية، عندي شعور إنه قادر تحملها. شكرا مروان. لو القصة بإيد علي ما ترك البرنامج أبدا، ولكن القصة بإيدكم مشاهدينا، لأنه وحده تصويتكم بخليه ينتقل للمراحل اللي جاية. صوته لعلي المدادي على الرقم 4. شكرا علي.